في كبد. الله أكبر، طلعت آية عجيبة كلها. حسابه أنه يقدر سيد الخرافي والغانم، أحد يقول أهلكت تمال اللبدة. الله أكبر، حسابه الحشاه. الله أحد، ألم نجعل له. تفضل سيدي. الأهلا شيخ الباكستان، نيني ولسانه. والله هذا الغانم كسبه الخرافي بهالمجد، يحصلون حسنات كل يوم، الجنايز عندهم يقرون عليها، وكل يوم حسنات تنزل على أبوهم وأهلهم. يعني اشتغفر الله، ليس يا لكن هذا كسبه، يعني موقع لون وهندسة وفن. شوفوا الباركينج وكبروا المقبرة. هاي الاعمال اللي احنا علينا شغلات لوجه الله، احنا ما علينا بالسياسه والسوالف، مالنا نبي شيء لوجهه بس. كان السيد يحب يقول الفعل الحسن ويحب يشكر الناس اللي يسوون. هو السيد الوالد سيد يوسف الرفع وزناب الشيخ طارق الرفع السبع، ترك الوزاره بال 74 72 سوى مسجد مع الامام الشرعي. ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. وشكرا.